نتواصل مع عائلة الأخ أبو رائد موسى مطر حول المشكلة نفسها اللي هي مشكلة مكتب العمل والمستجدات اللي بتوقع على اللاجئ الفلسطيني في لارنكا، وإحنا قابلنا عدد كبير من العوائل حول نفس الموضوع، ومنا نوجد حل لهذه المشكلة إن شاء الله. نوجد حل عن طريق هو الدوائر الحكومية الموجودة في قبرص، أو عن طريق منظمات الإنسانية، أو عن طريق الجالية أو حقوق الإنسان، منظمة حقوق الإنسان الموجودة في قبرص إن شاء الله. تفضل الأخ أبو رائد، تحدث على ما عندك. إني اللاجئ الفلسطيني موسى الشيخ إسماعيل مطر، من سكان بغداد ومن مواليد بغداد، من قرية ساريس من قضاء القدس الشريف. نزحنا من بغداد إلى قبرص نتيجة الأوضاع المعروفة، وفرحنا بوجودنا في قبرص حيث وجدنا العدالة ورفع الظلم عنا في فترة عشنا مظلومين في فترة 60 سنة في العراق. وهنا الحقيقة نفسيا ارتاحينا، وجدناها محطة ثانية أو الهجرة الثانية أو شو ما نسميها يعني. صار لنا لحد الآن في قبرص 3 سنوات ونص. ال3 سنوات ونص لحد الآن الاميجريشن أو الدوائر التي نراجعها ما حد أجابنا لا بنعم ولا لا. هل إحنا مشمولين بقانون اللجوء، بقانون الحماية، بأي قانون؟ بعد 3 سنوات ونص لا نعلم اي شيء. تويت. 2، في بعض الدول من الفلسطينيين الساكنين في العراق حصلوا على الجنسية، واحنا لحد الان جواب ما حد جوابنا. هذا الجانب. الجانب الاخر، يعني انا عمري 62 سنة ومريض، وعندي تقارير طبية. ببعثوني الى مكتب العمل ما عندهم شغل في قبرص، اي عمل ما فيه غير المزارع. يقول لك انتم ما مشمولين غير بالمزارع. اولا المزارع انا ما استطيع ان اعمل بها. 2، لغة ما في. 3، ابو العمل هو نفسه برفضنا، لان احنا كبار بالعمر بده شباب تشتغل. فبنرجع الى مكتب العمل بقول ارجع على ابو الولفير، ابو الولفير برجعنا الى مكتب العمل، مقدم لهم تقارير طبية رفضوا يستلموها من عندي. 2، وضعنا يعني في قبرص أصبح الإنسان لما يروح على مكتب العمل كأنه متهم ويروح خايف. اكرهنا اليوم اللي جينا فيه على قبرص، بالوقت اللي احنا منحب قبرص وكنا نزورها قبل سقوط بغداد، وعندنا ما يثبت هذا، عندنا صور ومستمسكات، كنا نيجي على قبرص وجوازاتنا موجودة. فما أعرف ليش المعاملة السيئة صارت بالنسبة لمكتب العمل معاملة الفلسطينيين بهاي الصورة. لازم يرسل الفلسطيني إلى يبعد 60 كيلومتر يعمل ب350 أو 400 يورو، في الوقت اللي الولفير بنطيه 1200 يورو. منين يسدد الفرق؟ منين يجيب؟ هو أولا لاجئ، 2، مقطوع. وإحنا عرضنا عليهم قلنا لهم يا عمي إذا ما بدكم يانا أنطونا رفض حتى نسافرون غادر البلد، بدكم ايانا بارك الله بكم وفق القوانين المرعية في البلد عاملونا، سواء قانون العمل او قانون الولفير. الشباب اللي قاعد عندنا اكثر من 1000 شاب قاعدين بدون عمل. انتم بتيجوا على صاحب عائلة عنده 3-4 اطفال وإلا تروح عنده ومرتك تشتغل، ولادك تخليهم عند الجيران؟ هذا العمل طبعا ما مقبول، واعتقد ان المسؤولين في قبرص ما بيقبلوا هذا الوضع. بس هو بقول لك انا لاجب يعني ان يعمل رب العائلة او زوجته تعمل، واذا كانوا عنده ابناء مثلا فوق 18 سنة يجب ان يعمل. نحن لا نرفض العمل، كلنا نريد العمل وانا اولهم، بس عمل يناسبني، مو عمل يناسبني من ناحية الراتب مو يناسبني من ناحية العمل. انا مستعد اشتغل في اي عمل بس الراتب يناسبني. هل يجوز ان ينطوني 600 يورو وانا اخذ من الولفر 1200 يورو واجاري 600 يورو؟ ها يعني 600 اللي بتاخذها بتروح للايجار. طيب منين ما عندك كهرباء والماء وقائمه الكهرباء؟ بدون كهرباء ومي وبدون اكل. 600 العمل مالي يلا يسد الاجار وبعدين يلا يسد الايجار، معيشه ما في. ما عندنا مشكله احنا، مو ضد العمل، احنا اساس الحياه هي العمل. صحيح. الانسان بدون عمل يموت احسن.
صحيح. احنا عمليين ويعرفوا كل العالم كل الموجودين في قبرص, وفي عندنا كفاءات وفي فنيين وفي عندهم خبرة يشغلون في اي مجال وبدون راتب, بس ينطوا راتب الويلفير كافي, بس مو يدزوا ب 400 يورو ويقطعوا عنه 1200 يورو. زين شو بتقترح بالنسبة انه شو بتقترح على مكتب العمل انه يسهلكم الامور, يعني مثلا عندك مقترحات؟ نعم تفضل. انا اقترح على مكتب العمل بالدرجة الاولى يجد عمل للشباب الذين يريدون العمل, وانا عندي يعني اسماء مستعد يعني في اي وقت تطلبوها اجيب لهم, منهم اولاد اخوي يريدون ان يعملوا لكن العمل مالهم ما يشغلوهم, كل ما يروح يقولوا ما في عندي عمل ما في عندي عمل. تفوت مرة عجوز مثل زوجتي عمرها 58 سنة بتزع المزارع, بصير هذا العمل؟ لا طبعا. وشباب ما يشغلهم؟ ليش بيشغلش الشباب بيشغل العجائز؟ هذا العمل مرفوض. مرفوض ان شاء الله. احنا هاي بنتواصل احنا مع هاي المشاكل.